باب من حزن بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أخواننا هذا الباب خطير جدا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر إعراض بأن لا يدخل في الدين، مثل أبو طالب لم يسب لم يتعرض للدين، وكفر معارضة يصادم الشريعة، يسب الشريعة، يسب الإسلام، يسب الدين، يسب الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، هذا أي أعظم صح؟ مثل أبو جهل وأبو لهب وفرعون. المستهزئ كفر المستهزئ من هذا النوع كفر معارض. باب من هزل سخر واستهزأ ورآه لعبا وليس جدا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الكتب المنزلة من السماء أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. كلمة واحدة قد تخرج من الملة. وانظر إلى هذا الرجل، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إلى تبوك. ابن القيم رحمه الله يقول: انتبه، احذر، المعصية قد تدخل الجنة، قد تدخل الجنة، والطاعة قد تدخل النار. كيف؟ هذا مثال. طاعة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، عندما رجع نصر عابس قال: ما رأينا مثل قرائنا. من القراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القراء. كذبوا بالله، هذه أوصاف الثلاث تنطبق عليه وعلى أمثاله من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم أشجع الخلق، نعم، وأصدق الخلق، وأقل الناس اشتغالا بالدنيا. كيف يقول هذا الكلام؟ عوف رضي الله عنه هذا الإيمان الصادق قال: كذبت ولكنك منافق. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد القرآن قد سبق. هذا ليس بغير، هذا نصح، لأن الذي يسمع السب والاستهزاء، أنت واحد من اثنين، إما أن تنكر أو تخرج. إذا سكت بقيت فتحت القناة وبدأت تتفرج على سب الصحابة. يا أخي نعم، من يسب الصحابة اليوم يرسلوا لك مقاطع وسب أم المؤمنين عائشة وانت تنظر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. كيف ترضى وتسمع سب أم المؤمنين عائشة يا أخي رضي الله عنها؟ لو أرسل لك سب لأمك ترسل لي وتقول اسمع ما يقال في أمي؟ إخواننا لابد نتقي الله في هذه المقاطع إخواننا. وكيف ترسلها؟ سب الصحابة، سب أمهات المؤمنين، سب السلف، سب الأئمة، سب الإمام البخاري، سب الإمام أحمد، كيف تسمع لهذا؟ لا تسمع أبدا، ما يمكن أن نسمع لهذا السب إخواننا، ولا تسمع ولا ترى. بعض الناس يقول: يا أخي هذا غضب، وعندما يغضب يسب الله، غضبان. طيب لماذا عندما يغضب لا يسب من؟ ها؟ والد، ولا يقطع عن النقود، لماذا؟ لو سب الرئيس مثلا يسب. في بعض الدول والله يقول هؤلاء، يقول: كان الواحد عندهم ما يستطيع أن يسب أكرمكم الله حذاء الرئيس، والله، ويسب رب العالمين عيانا جهارا أمام الملأ ليلا ونهارا، صح والله. وبعض الناس قال: يا أخي أنت وهابية مشددة. قلنا: الشدة في موضعها حزن، ولله الحمد في المملكة هنا بفضل الله ثم بهذه الحكومة، أسأل الله سبحانه لها التوفيق والسداد، وهؤلاء العلماء، لا يوجد لعب، لا تسمع فضل الله سب والاستهزاء، صح؟
لأن الذي يقبض على من يسب الدين يسب الرب الشرطة، ليس هذا الأمر بالمعروف، ما يمكن. وبعض الدول قال يا أخي ما في إشكال، كيف قلبك؟ قال مطمئن، قال سب الله. طب لو يسب والدك تقول له كيف قلبك أو كفر؟ طب لماذا هنا؟ طلاب العلم أخواننا، القرآن والسنة إذا تسمع، إنما المؤمنون، من هم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لا تلعب، لا تضحك، تقف عند حدود الله. أما ترسل حديث، وبعض الناس ينكت اليوم يقول قال لامرأتي مثلا يأتي بآية وترد هي بآية، نكت بماذا؟ بالآيات، بالأحاديث. تبغى تلعب، تبغى تستهزئ، بعيد عن الكتاب والسنة، هذا استهزاء. فتوى اللجنة الدائمة عندنا إذا كان السب استهزاء صريح، هذا كفر أكبر كائنا من كان، ولا تتوقف فيه، مفهوم؟ وإذا كانت مسألة بينة واضحة، يعني يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلام، إذا كانت مسألة ليست واضحة، مثلا ذكر حديث وضحك هؤلاء، نقول اسمع يا أخي اتق الله، هذا استهزاء، إما أن تتوب أو يكون كفر أكبر. تابته إخواننا، موضوع عظيم جدا والله، خطير جدا. هذه النكت وهذه الرسائل يرسلوها لك في هذه الأيام، نريد نرد على الخوارج، نريد نرد على الروافض، نريد نرد على الفرق الضالة، نرد عليهم بالنكت؟ لا، نرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، وندعو الله سبحانه وتعالى هم بإيش؟ بالهداية. أما نستهزئ نسخر، هذا ليس بدين، صح؟ نعم، سخروا واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقابلهم عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق، استهزاء، سخرية يتركوها. وانتبه، لأنه بعض الطلاب هدانا الله اليوم يقع في هذا، وترسل رسائل، وكثير رسائل والله.